سأل يسأل يقول ما معنى قول ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون دينكم، وهل يلزم معرفة حال الرجل لأخذ العلم منه؟ نعم، هذا كما ذكرنا لكم أن العلم لا يؤخذ من الأوراق أو من الأشرطة أو من المواقع والإنترنت، إنما يؤخذ العلم عن العلماء للتلقي هكذا. ولا كل العلماء أيضا، بل يختار طالب العلم من يثق بدينه وعلمه يتعلم عليه.